طموح الشباب ووعيه بأهمية المساهمة الفعالة والناجعة في استمرارية بناء الجزائر الجديدة تجسده المشاركة في رئاسيات 7 من سبتمبر، والتي تعد محطة انتخابية هامة يؤكد فيها الشباب مشاركتهم القوية في هذا الحدث السياسي. هذه الانتخابات تشكل حدثا هاما، حدثا بارزا، باعتبار أن الانتخابات تتمحور حول رئيس الجمهورية باعتباره أعلى هيئة في النظام الدستوري الجزائري، كذلك بالنظر للصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري. نحن كمواطنين إن شاء الله راح نكونوا بقوة في الاستحقاقات القادمة إن شاء الله، وهذا بغية تمثيل لاختيار الشخص المناسب اللي راح يقود القاطرة اللي يعني رانا الحمد لله رانا يعني مشينا في واحد المرحلة. ماذا بينا المواطن هذا يكون يختار الأنسب للاستمرارية في التطور. ندعو المواطنين الذين لم يسجلوا في القوائم الانتخابية إلى التسجيل واستكمال هذا الإجراء الذي يمارسون من خلاله حقا دستوريا في اختيار من يرونه مناسبا لأداء المهام المنوطة. وتتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لرئاسيات 7 من سبتمبر من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية ورقلة، في أجواء وفرت لها كل الظروف المادية واللوجستية لنجاحها. بداية من استدعاء الهيئة الناخبة لمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، كما جندت المندوبية كافة الموارد البشرية لإتمام هذه العملية. هي محطة هامة يتم خلالها تجنيد كافة الإمكانيات بتوفير كل الظروف لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.